قانون مجلس أعلى القضاء لم يحدث في أي مشروع سابق. لجنة التشريع العام رفضت هذا القانون وأوصت لجنة الجلسة العامة برفضه تفعيلا منها لأحكام الفصل 124 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. الفصل الأول اللي كان من القانون هذا اللي أعدته مشروع الحكومة كان يقول أنه المجلس يسر على حسن سير القضاء وضمان استقلال السلطة القضائية تبقى المعايير الدولية. تم استبدال كلمة المعايير الدولية بالمعاهدات الدولية المصادق عليها. ما فهمناش شنو المجلس الأعلى للقضاء. هو ليس بالقضاء العدلي وليس بالقضاء الإداري وليس بالقضاء المالي وليس كذلك بالجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة. شنو هو كنه المجلس الأعلى للقضاء هذايا؟ شنية سيفته؟ تقييم القضاة ليفاليسيون دي جوج، تقييم أداء القضاء، تفقد القضاة قد كل عند وزارة العدل أي سلطة تنفيذية. شو بقى المجلس الأعلى للقضاء؟ لماذا تم إقصاء كل هذا الحجم من الفصول وتعويضها بفصول أخرى؟ لماذا آلت النهاية في النهاية المصادقة على مشروع لا يتضمن أي إرساء لمجلس أعلى القضاء وهو مجرد إعادة صياغة لمنوال القضاء الموروث على النظام الاستبدادي؟ الخوف كل خوف أن القانون يفرغ مبدأ استقلال القضاء من محتواه، وهذا التخوف مشروع وهذا هو اللي نعيشه فيه تو. تضامن بين حريات، أنه حرية الفكر ما تعني حد شيء من غير حرية التعبير، صحيح، وحرية التعبير ما تعني حد شيء من غير حرية الاجتماع. تضامن بالحرية ترابطها والحريات الكل اللي تروا فيهم اجتماعنا، حرية تعبيرنا وفكرنا ومعتقدنا، صدقوني ومش مجاملة، لا تساوي شيء بدون حرية الصحافة والإعلام. خاطر لو كان مش العباد اللي ماتت بالحق راهم ما يسمعوش في المكان هذا، راهو أنا ما نحكيش بالحرية هذه، راهو أنتم ما تخدموش بالحرية اللي تحكموا بها. دونك حافظوا على حريتكم، وفي نهاية الأمر القاضي هو أول واحد يحمي حرية الإعلام.